سلس البول يعتبر من أكثر المشاكل شيوعاً أو انتشاراً بين كبار السن وأغلبهم النساء. يعتبر من المشاكل اللي نوعاً ما إلها فد مضاعفات معينة، بس دائماً تكون جداً محرجة وجداً مزعجة للشخص المصاب بها. فقد يحدث سلس البول بكل سهولة عند الضحك، عند القحة، العطاس، أو ممارسة التمارين الرياضية، أو أي نوع من أنواع النشاطات الحياتية اليومية. أو قد تؤدي ممارسة أحد هاي النشاطات اليومية إلى ظهور حاجة ملحة بأنه الشخص يروح للحمام. تختلف أسباب السلس البولي من الشخص الآخر، فهي ممكن تكون جسدية، ممكن تكون نفسية، ممكن تكون عصبية. فهي ممكن تكون أو تتولد بسبب ضعف معين بعضلات الجزء السفلي من الجهاز البولي، أو بسبب أي خلل أو ضعف بالأعصاب اللي موجودة بأي جزء من الجهاز البولي. الولادة أيضاً من الأسباب اللي جداً شائعة اللي ممكن تسبب السلس البولي. وطبعاً مثل ما ذكرنا، فممكن أي من المشاكل النفسية والعصبية مثل الباركنسون أو الجلطة الدماغية تؤدي إلى حدوث السلس البولي. بالعادة فالسلس البولي مثل ما ذكرنا ما يسبب أي نوع من أنواع المضاعفات الجسدية أو الخطيرة على الشخص المصاب به، بس بنفس الوقت هي ممكن تأثر نفسياً واجتماعياً على المريض المصاب بها. تختلف طرق علاج السلس البولي من حالة لأخرى ومن مسبب الآخر، ولكن بشكل عام تشمل عدة طرق رح نذكرها حالياً. الطريقة الأولى هي استخدام بعض التمارين اللي تساعد على تقوية قاع الحوض، ودائماً هاي التمارين تفيد بحالات السلس البولي اللي يكون مسببها الضغط. الطريقة الثانية رح تتم باستخدام بعض من أنواع الأدوية اللي ممكن يوصفها الطبيب حسب الحالة، واللي أحياناً تكون مزعجة بسبب مضاعفاتها أو أعراضها الجانبية. الطريقة الأخيرة وهي الخضوع لعملية جراحية تقدم أو توفر نوع من أنواع الدعم للمثانة، وطبعاً هاي الطريقة تكون أخير حل في حال فشلت جميع الطرق اللي قبلها.